مرحبا بكم على قناة إنيفيرساليس للثقافة والفن. في هذه الحلقة سنقترب أكثر مما يقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف نحاول أن نجيب عن سؤال يطرح بحدة: ماذا سيفعل ترامب لو خسر الانتخابات؟ طبعا أن الصورة العامة يعني تشير إلى أن ترامب لن يحظى بعهدة ثانية، ولكن كل الأمريكيين يعني يعيشون على الأعصاب، وكلهم يطرحون نفس السؤال: ماذا سوف يحدث لو خسر ترامب ورفض تسليم السلطة لبايدن الذي يمكن أن ينتصر؟ هذه الفكرة ولا هذا السؤال هو ليس من ضرب الخيال، بل هو مطروح بحدة، خاصة وأن ترامب صرح بلي أنه غادي يبقى قبض السلطة لواحد المدة طويلة تمتد إلى 29 سنة. وقال بأن في الحقيقة الفكرة هي ليست سيئة وإنما لصالح أمريكا. ونحن نعرف بأن ترامب عندما يطرح أي تصريح فهو لا يمزح، خاصة وأننا نعرفه ديك النرجسية ديالو وديك الوثوقية اللي عنده، وأنه غادي يدير المستحيل باش يبقى في البيت الأبيض. طبعا الناس اللي كيطرحوا هذا السيناريو الخطير كيرشحوا بأن إلى خسر ترامب غادي يبقى في السلطة وغادي يضطر الجيش باش يخرج، وخروج الجيش قد يدفعوا إلى حرب أهلية ثانية. وهذا السيناريو تاع الحرب الأهلية الثانية أيضا تروح بحدة، خاصة وأن ترامب عنده ميليشيات كثيرة يمينية متطرفة تسعى باش يرجع مرة أخرى للسلطة ويبقى شد السلطة. كل اليمينيين كيسندوا وكيدفعوا بقوة باش يبقى ترامب في الحكم، وحتى الكثير من الإنجيليين والقساوسة وغير ذلك. ولكن تبقى واحد الحركة اللي كتسمى كيو أنون اللي ظهرت حوالي 2017، واللي كتشتغل على الملف بواحد الجدية كبيرة. وهذه الحركة هي الحركة التي روجت لمفهوم المؤامرة، وتطرح بأن ترامب يتعرض لمؤامرات من طرف الدولة العميقة اللي تكون من أسرة كلينتون وباراك أوباما والكثير من نجوم السينمائيين لهوليوود. إذن هاد الحركة اش كدير؟ هاد الحركة كتروج الكثير من الأكاذيب، كتروج لها الكذوب كتروج. وهاد الحركة أساسا عرفت بحركة صناعة الكاذب، وبين الكذوب اللي كتروجهم أن هاد المؤامرة هي تهدف إلى يعني الاستحواذ على الحكم وأخذه من الشعب، لأن ترامب جاء باش يعطي السلطة للشعب، وهذه الحركة كتحاول باش تأخذ من الشعب السلطة. وهذه الحركة أيضا تروج بأن هؤلاء الذين يتآمرون على ترامب إنما هم مجموعة من البيدوفيليين، بيدوفيل يعني الكلينتون وغير ذلك
من هلو هادو كلهم بيدوفيليين كيستغلوا الأطفال. وترامب جاء باش ينقذ أمريكا وينقذ الأطفال وينقذ الولايات المتحدة من هيمنة هاد الحركات الفاسدة الشادة. وهاد الحركات حول ما يمكن باش تزرع الخوف حتى في الأمريكيين، لأن ترامب ما غاديش يعتمد غير عليها، وإنما غادي يعتمد حتى على تلك الحركات أو الميليشيات المسلحة اليمينية الأمريكية. وهاد الحركات أو الميليشيات المسلحة الأمريكية صافي خرجت للشارع، وخدب راه باقي واحد الأسبوع للانتخابات، ولكن راه خارجة للشارع وتحاول ما يمكن باش ترعب الناس، وتحاول ما يمكن باش تعطيهم واحد صورة مرعبة ومخيفة في حالة ما إلى فشل ترامب في الانتخابات. إذن بالنسبة لهاد الناس ولهاد الميليشيات ولهاد الحركة، يعني ترامب مخصوش يفشل، والشعب الأمريكي مخصوش يمشي ينتخب بايدن، لأن انتخاب بايدن هو مرتبط أساسا بالمؤامرة التي تحاك ضد الشعب وتحاك ضد ترامب، وهذا ما لا يجب أن يحدث. ليس من الغريب أن تكون حركة كيو أنون هي جزء من اللعبة التي تقوم بها أو يقوم بها الحزب الجمهوري، وطبعا خلفهم منظمات أمريكية كثيرة تحاول ما أمكن أن تثير الرعب والخوف في الأمريكيين باش يمشيوا ينتخبوا مرة ثانية ترامب. وحتى خروج تلك الميليشيات هو فقط يعني لمحاولة إدخال الخوف على الناس، دائما الهدف هو إعادة انتخاب ترامب. من هنا نلاحظ بأن ترامب وبشعبويته ونرجسيته يعني كيدفع الولايات المتحدة نحو كارثة، وهذه الكارثة سوف تؤدي إلى اندحار الديمقراطية نهائيا واندحار الحرية ودخول هذا الشعب الأمريكي في واحد المرحلة جد جد مظلمة. وهذا الانعكاسات ما غاديش تكون فقط على الولايات المتحدة، وإنما غاد تكون طبعا على العالم بإسره، باعتبار أن أمريكا هي القوة الاقتصادية العالمية الأولى، وهي أيضا القوة العسكرية الأولى، وهي القوة السياسية الأولى التي يمكن أن تؤثر في الكثير من القرارات العالمية والقرارات الدولية. وهنا غادي يمكن يتجه العالم بإسره نتيجة ما يقوم به ترامب، ونتيجة هذه الشعبوية، ونتيجة هذه الحركات الإرهابية التي تسانده، غادي يتجه العالم كله نحو كارثة إنسانية أو كارثة اقتصادية أو إلى غير ذلك من الكوارث التي يمكن أن تنتظرنا. وكيو أنون يختصر لأنونيموس يعني المجهول، كيو المجهول يعني كي اللي ظهرت طبعا في 2017، هي نوع من المنظمة السرية اللي نشطت في شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تقول بأن شخص كان قريب من دواليب الحكم خرج بعد باش يفضح أسرار هاد النخبة التي تحاول أن تتآمر على الولايات المتحدة وتحاول أن تنزع السلطة من الشعب، وتحاول ما يمكن باش تطيح ترامب. إذن هي منظمة سرية، ولكن أصبحت الآن عندها الأنصار كبار بزاف وعندها أنصار كتار بزاف، وتتحرك في يعني في مجالات متعددة، وأنها تعتمد أساسا على منصات التواصل الاجتماعي باش تنشر هاد خيوط المؤامرة.
ولكن كما قلنا سابقا يعني أن هذه المنظمة أو هذه الحركة كيو أنون هي حركة تجدد لصناعة الكاذب، لصناعة الكاذب. إذا دير تصنع كذبة من حول يعني ترامب أو حول المعارضين لترامب، وتحاول ما أمكن أن تروج هذه الكذبة على أنها هي الحقيقة، وبالتالي تحاول ما أمكن أن كما ترى هي أن تفتح عيون الشعب الأمريكي ليرى الحقيقة ويتيقن من أن انتخاب ترامب المرة الثانية هو مسألة إيجابية بالنسبة لكل الأمريكيين. ولكن هذه الحركة إلى جانب الحركات الأخرى يعني كتروج بلي أنه إذا لم يتم انتخاب ترامب مرة أخرى فلينتظر الشعب حرب أهلية، وهنا يتهدد الانهيار الديمقراطية، يعني الديمقراطية مهددة بانهيار بسبب تخويف الناس وترويع الناس ونشر هذا الكاذب. إذن أول مرة في التاريخ كتشهد الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة هذا الصراع الكبير، ولكن هو ماشي صراع انطلاقا من برامج، راه ما كاينش، ماشي انطلاقا من برامج، وإنما هو صراع انطلاق يعني يعتمد أساسا على تبادل الاتهامات، ويعتمد أساسا على زرع نوع من الفتنة داخل المجتمع أو نوع من الرعب داخل المجتمع باش تميل الكفة لترامب وليس إلى بايدن. إلى جانب هذه الحركة كان حركات أخرى كتدعم ترامب، منها حركة كو كلوكس كلان، اللي تعرف باختصار كا كا كا. وهاد المجموعة طبعا هي مجموعة إرهابية يمينية متطرفة تؤمن بالتفوق الرجل الأبيض وكتستخدم العنف، وكان منظمات أخرى كثيرة مثلا اليمين الأمريكي البديل وهو أيضا يساند ترامب، والأعضاء دياله كلهم من المتطرفين ومن ذوي البشرة البيضاء ويعادون المسلمين وذوي البشرة السوداء، وكل هادو دابا كلهم راهم عندهم نفس الهدف وهو إعادة انتخاب ترامب بالقوة. وإذا ينتخب مرة ثانية فلينتظر الشعب الدمار، أي الحرب الأهلية. من خلال ما ذكرنا يتبين أن المواطن الأمريكي أو الناخب الأمريكي ما بقات عنده لا حول ولا قوة، ما بيدو حتى شي حاجة. الشركة العظمى هي اللي كتدخل، اللوبي الصهيوني هو اللي كيدخل، ودابا شكون راه كيدخل؟ دخل الحركات المتطرفة والميليشيات المسلحة اللي عندها الدعم المالي، الدعم اللوجيستيكي إلى غير ذلك، باش تمارس واحد العنف على المجتمع وعلى الناس وعلى الناخبين، وبالتالي تدفعهم إلى أن يكون عندهم اختيار واحد وهو إما ترامب أو الحرب الأهلية. وطبعا الناس رام شافوا في العالم الحروب اش كدير من دمار، يعني غادي يقولوا اللهم ترامب وهبال ترامب وشعبوية ترامب، ولا هذه الحرب الأهلية اللي يمكن تأتي على الأخضر واليابس. إذن من هنا نخلص إلى أن التيارات الشعبوية ذات الاتجاه اليميني واليميني المتطرف يعني أصبحت تشكل خطر، خطر كبير على القيم الإنسانية، على قيم الحرية، على قيم حرية التعبير، على كل ما بناه الإنسان خلال يعني تعاقب حضارات راه بدك يتهدم بسبب هاد الشعبوية والشعبوية اليمينية والمتطرفة. ولاحظوا بأن هاد الشعبوية ماشي غير في أمريكا اللي راه دايرة هاد الحالة، وإنما راه حتى فرنسا
إذا فرنسا الشعبوية حتى هي وصلت لواحد درجة كبيرة، مع العلم أن فرنسا هي اللي كانت حضارة الأنوار، من ثم اللي نبعت كل القيم الإنسانية الجديدة. ولكن أشنو كنشوفوا الآن؟ كنشوفوا بلي أن هذه الشعبوية ولات كتجه واحد اتجاه جد منحرف، وأن سي ماكرون باش يرضي هاد اليمين المتطرف اللي عنده اللي كتزعمو لوبين، يعني كنلاحظو بأنه توجه بحال واحد الطوبيس نحو المسلمين ونحو الإسلام، وبدا يواجه الإسلام، وكأنه هو المشكل الأساسي في فرنسا. علاش؟ لأنه ما عندوش حل المشاكل الاقتصادية ديالو، ما عندوش حل المشاكل الاجتماعية ديالو، عنده واحد الاختناق اجتماعي كبير، وطبعا لابد أن يوجه الأنظار نحو هذا، ولابد أن يخلق واحد الحرب يعني مفتعلة وخيالية، وهذا الحرب في الحقيقة ما عندهاش مبررات، لأن ما يحدث في فرنسا هو نتيجة هذا المجتمع الفرنسي. هذوك الناس إذا كانوا مثلا توجهوا إلى الإرهاب، أو فئات توجهت إلى الإرهاب، مش كل المسلمين توجهين إلى الإرهاب، تلك الفئات اللي توجهت إلى الإرهاب إنما توجهت نتيجة ظروف كيعيشوها في هذاك المجتمع الفرنسي. وهذوك راهم فرنسويين، لأن تقريبا رحنا في الجيل الثالث ولا الجيل الرابع، الجيل الثالث أو الجيل الرابع، وهاد فرنسا بالإقصاء وبالتهميش إلى غير ذلك خلقت واحد الأجواء جد مشحونة، وبالتالي يعني لا فائدة في الحقيقة من الخطاب الشعبوي، ولا فائدة أصلا من التوجه الشعبوي المتطرف واليميني واليميني المتطرف. ولابد من البحث عن حلول أخرى، ولابد من صيانة الديمقراطية وصيانة حرية التعبير بمقاييسها وبقيمها الإنسانية العالية والرفيعة. إذن أقف عند هذا الحد، أقول لكم إلى اللقاء، ولكن لا تنسوا انخرطوا في قناتنا يونيفرساليس للثقافة والفن. مع السلامة.